راشد بن سعيد المكتوم تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات مع سابع أشواطنا في هذا المساء في يوم السبت الموافق 22 من شهر ديسمبر لعام 2012 في السباق المستشار الخاص لسمو الأمير في هذه الأشواط المفتوحة وأشواط اللقايا وأشواط المتعة وأشواط التحدي. الخمسة كيلو مترات بداية مع أول المراكز، أول الأسماء في هذه اللحظات. من تسيطر بهذا الشعار باسم كلايف القادمة في هذه اللحظات على المركز الأول؟ تعود ملكية كلايف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني انضمر السيد سلطان بن محمد الوهيبي في هذه اللحظات. المركز الثاني يا مشاهدين الأعزاء، نتابع المركز الثاني وهي الوجبة القادمة من المركز الخامس إلى المركز الثاني في هذه اللحظات منذ الانطلاقة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر السيد سالم بن فاران المري. مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات انتقل إلى المركز الثالث، أتابع هبايب القادمة على المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. مشاهدين الأعزاء، من أبدع في هذا اليوم وفي هذه اللحظات؟ نبارك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على فوزه بالخمس الأشواط أو الست الأشواط الماضية. مشاهدين الأعزاء بانطلاقة أشواط المفتوحة لسن اللقاية، مشاهدين الأعزاء وها هي بداية الخير. المركز الرابع انتقال ودخول من الشيحانية في ميدان الشيحانية، تشاهدون هذا التحدي مع المركز الثالث عائدة ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. يقدمها لنا الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت الوجبة أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. مشاهدين الأعزاء، الذهبي يقدم الشحانية والوجبة سالم بن فاران المري. المركز الخامس في هذه اللحظات، وصلت الشاهينية على المركز الخامس بشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني السعيد بن راشد الزعبي. من يرافق الشاهينية؟ هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء مستمعين الكرام في هذا التحدي في ميدان التحدي بهذا السباق الكبير، أول بداية السباقات الكبرى في ميدان الشحانية لهذا العام ولهذا الموسم. مشاهدين الأعزاء، المركز الأول هناك، هناك مع هذا التقدم العنابي دائما وأبدا مع الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ولكن ينخطف هذا المركز الغالي، ينخطف مع ود لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود المضمر السعيد بن هديبان المري القادم من المملكة. فنرحب بجميع الضيوف أجمل ترحيب في هذا الميدان الذي يحتضن الأشقاء من أنحاء دول المجلس التعاون الخليجي. فأهلا بكم بهذه المشاركة الأخوية. الكيلوين الأخيرات يا مشاهدين، الكيلوين الخطيرات بأشواط السرعة مع الخمسة كيلومترات مع هذا التميز وود على المركز الأول. بكل حب وود تسيطر على هذا المركز في هذه اللحظات. المركز الثاني الشيحانية قادمة في هذه اللحظات، الدوحة قادمة على المركز الثاني، الدوحة قادمة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. سالم بن فاران الذهبي في هذه اللحظات يقدم الدوحة والشحانية. المركز الرابع هنا وهاجه القادمة، القادمة بكل قوة وسجلاتها غنية بالإنجازات الكبرى
لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سالم بن عامر المدهوش يقودها في عملية التضمير. نرحب بهذه الأسماء العملاقة، وصلت فزعة الفازعة بهذا الشوط لكي تنتقل بالسلام إلى سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني هنا سلطان بن محمد الوهيبي مشاهدينا الأعزاء. لكن هناك مع الألف وميتين، مع الألف وميتين، مع ود على المركز الأول، ود مع مقدمة الشوط، ود مع المركز الأول لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود السعيد بن هديبان في هذا الموقف العصيب، في هذا الموقف، في هذا التحدي. المركز الثاني وصلت الدوحة، الدوحة القادمة، الدوحة القادمة، الدوحة الغالية، الدوحة العزيزة مشاهدي الأعزاء في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فرار المري. المركز الثالث ليالي قادمة، ليالي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم فيصل بن طالب بن شريم. لكن مع الثنتين، مع ود ومع الدوحة، مع ود ومع الدوحة، سابع الأشواط يكرر هذا السيناريو إلى هذه اللحظات. انبقت هذه الدوحة على هذا الأداء مشاهدينا الأعزاء. ود قادمة، ود قادمة على المركز الأول، ود قادمة على هذا التحدي بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف السعيد بن هديبان مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات الأخيرة، بلحظات التتويج، بلحظات التكريم، بلحظات الزعفران مشاهدينا الأعزاء. هنا السيارة لمن، والفوز لمن، والناموس الغالي لمن؟ عادت الدوحة، عادت الدوحة، عادت الدوحة، ذهبت الدوحة إلى بحور النواميس، إلى أبواب التاريخ مع سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. النقطة، النقطة السادسة لهذا الشعار العنابي. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة ثاني وللذهبي سالم بن فرار المري. المركز الثاني ود لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. المركز الثالث ليالي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. المركز الرابع وهاجة لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. المركز الخامس هنا كانت العزوم لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم. تهانينا لسالم بن سعيد بن منانة مشاهدينا الأعزاء. إلى التوقيت الزمني في هذه اللحظات المركز الأول وتوقيتها 7:38 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الدوحة بالمركز الأول. المركز الثاني ود وتوقيت ود 7:39 ست أجزاء من الثانية. المركز الثالث في هذه اللحظات